نائب رئيس مجلس عمالة فاس ورئيس جمعية العيون المفتوحة. اليوم كنعيش واحد الواقعة مهمة، ألا وهي حضور وفد إسرائيلي رفيع المستوى على رأسهم السيد رئيس الرابطة اليهودية المغاربة في مدينة قيصرية، ومساعدة العمدة ديال مدينة حاضرة الموجودة في إسرائيل. اليوم كان الاتفاق على الشكل الآتي، الاتفاق هو أننا إن شاء الله في شهر 3 إلى كتب الله غادي يكون واحد المعرض في مدينة حاضرة لمدة أسبوع، ومن بعد غيكون في مدينة إسرائيل لمدة 20 يوم. هذا الاتفاق ما كانش غير في هذا المجال، كان في مجالات أخرى اللي هي تحضير التوأمة بين عمدة مدينة فاس وعمدة مدينة حاضرة. ولهذا فكل الشكر الموصول للسيد العمدة على المجهودات دياله، وكل الشكر الموصول للسيد مدير الجهوي للصناعة التقليدية السي بالخياط، والشكر أيضا الموصول للرئيس ديال الغرفة الصناعة التقليدية السي بوطين على المجهودات اللي داروا، بحيث أننا قمنا بجولة في مركز التكوين ديال البطحة. ولهذا فاستطعنا كوننا كمنتخبين في حزب الأحرار أننا نحاولوا ولو بمجهود جمعاوي أننا نوصلوا الفكر ديالنا، ونشتغلوا في إطار الدبلوماسية الموازية في تعريف مدينة فاس في مدينة إسرائيل، ما إن شاء الله غيضرب بالربح على المدينة ويعود عليها بالنفع، لا في مجال السياحة ولا في مجالات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في مدينة فاس واستقبلونا مزيان، والمخير اللي كاين العمدة سلام بكالي والاسيستنت ديالو، الله يعمره دار الله يعمره دار الله يعمره دار. جينا على جوج العلاقات بين دولة إسرائيل لدولة المغرب وبين مدينة حاضرة في إسرائيل لمدينة فاس العاصمة الأولى للمغرب. برينا نديرو علاقة بين حاضرة لبن فاس، يكونوا توامة بلاد. هذه حاجة الأولى. وحاجة الثانية برينا نديرو معرض للأرتيزانة من فاس في مدينة حاضرة ومدينة تل أبيب 30 يوم في شهر 3 إن شاء الله، يجيو صناعية تقليدية كاملين لإسرائيل دولة حاضرة دولة تل أبيب، ويديروا هناك معرض كبير. وعشنا الملك محمد السادس، والله يشفيه الله يشفيه الله يشفيه. I'm very happy come to Fez because I love Fez and I hope that we sign agreement twin cities, because it's close the circle my life, and I'm very very happy because my parents is born here and my grandfather is buried here, and for me it's life. I love very love. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.